السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي دائما إلهام تشانيل. جيسبر تكونوا بخير وفرحانين وناشطين كيف ديما. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة أو كريم لتبييض اليدين. هاد الوصفة هادي طلبوها لي بزاف البنات وقلت نديرها لكم لأن حنا نيت في الصيف وكنتعرضوا للشمس بزاف. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم ويلا نبداو مع المقادير. دونك أول حاجة غادي تحتاجوها هي سكر سنيدة، وغادي تحتاجوا اوسي المورد. انا عزيز عليا هذا ديال قلعة مكونة كيعجبني بزاف. انتوما ممكن تستعملوا اي نوع ديال المورد كيف ما كان النوع ديالو. غادي تحتاجوا معايا اوسي الحامض او الزنبوع، ممكن تستعملوا الحامض في هذه الوصفه او الزنبوع، بجوجهم ممكن يوفيو بالغرض بحال بحال. انا هنا غادي نخدم على يديا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. ومن بعد غادي تاخذوا شي بواطه باش تعملوا فيها الكريم ديالكم او الوصفه ديالكم. وانا هنا غادي نستعمل شويه سكر سنيده ونكب عليه المورد. ومن بعد غادي تزيدوا اما نص حامضه تعصروها في الكريم ديالكم او في الوصفه، او ممكن تزيدوا نص زنبوعه كيف ما زدت انا. ومن بعد غادي تحصلوا على هذا الكريم هذا باش تدهنوا به الايدين ديالكم كيف غادي ندير انا في الفيديو. دونك فوالا فوالا، هنا وجدت ايديا باش نستعمل الكريم اللي كيتكون من سكر سنيده والمورد والحامض او الزنبوع على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. وغادي نبدا نطبي اليدين ديالي ونبدا نحكهم. هاد الوصفه هادي فريمون رائعه رائعه للغايه، غير هي كتبغي تداوميها، يعني لو مينيموم انا كيتعمليها ثلاث مرات في السيمانه او الاربعه هكذا هلي تبان النتيجه مع التكرار. لان الا ما كررتيهاش ماهي مره ماهي جوج ماهي ثلاثه، النتيجه غادي تعطاك ديك الساعه، ولكن مالوغوزمو يعني مع تعرضك للشمس ومع التراب والخروج توسا غادي ترجع لك يديك كيف ما كانت. دونك حاولي ديما تستعمليها، وكيف ما قلت لكم لو مينيمو انكم تستعملوها ثلاث مرات في السيمانه. ديري الوصفه ديالك اليدين اللي هما اللي هو التقشير، غادي تستعملي من وراها باش تضغطي لابو ديالك او الجلد ديالك. استعملي كريم اللي كتضغطي به لابو ديالك، انا استعملت واحد ديال الخوخ، ممكن نتوما تستعملوا اي واحد بغيتو. وكيف ما شفتوا هذه هي النتيجه، فريمون اليدين كيولوا لامعين والملمس ديالهم كيولي غزال بزاف. فديما كنصحكم انكم ديروها في بواطه كيف ما غادي تشاهدوا في الفيديو، اولا في تشوبينه ولا في شي حكيك صغير ديال اي كريم كان عندكم، وخبيوه وتبقاو تستعملوها كيف ما قلت لكم لو مينيموم ثلاث مرات في لا سيمين او الاربعه. هكذا غادي تحافظوا على الوصفه ديالكم باش تديكم مده طويله ان شاء الله. دونك فوالا، جيسبر لا فيديو عجبكم، وجيسبر الوصفه حتى هي تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما الفيسبوك انستغرام سناب شات. بالمناسبه راني درت سناب شات جديد، باسكو بزاف البنات قالوا لي الهام ديري سناب شات، ودرتو اللي هو ilham.channel. دونك ما تنساوش تاجوتوني فيه، وجميع المواقع الاجتماعيه ولي ريزو سوسيو غادي يكونوا في ديسكريبشن بوكس اولا في صندوق الوصف. فبقى لي غير نودعكم ونقول لكم نشوفكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.